نحن هلا من امام شابيل دو لا غراس بقلب ليسبون. كان في ساعه سجود عشناها مش بس الجاليه اللبنانيه يلي جايين من لبنان، انما حتى كل الوفود، كل الشباب والصبايا يلي جايين من لبنان، بس من بلدان الانتشار، من كندا، من امريكا، من فرنسا، من كتير دول تعينا فيهم. انما حتى هيدي الذكرى بتضل وجع بقلوبنا، خاصه بقلوب الشبيبه، لان تفجير بيروت كان سبب كتير اساسي لحتى عدد كتير كبير من الشباب والصبايا يتركوا بلدنا، يتركوا وطننا ويهاجروا. فهلا رح نكون عم نتوقف مع كم مقابله مع شبيبتنا. الله معكم، معكم ابونا ايدي ديراني. انا كريمه، جاي من كندا، من رعيه مرمرون، كنت رعيه مرمرون بكندا. معي 35 شاب وصبيه، واليوم التقينا مع كل اللبنانيين جايين من كل العالم، وخصوصا الجروب اللي جاي مع الاباكل، مع كل الرعايه حتى من لبنان. التقينا صلينا لنهار ذكرى نهار الحزين 4 اب، انفجار 4 اب بلبنان. شعوري وهالنهار كان، انا وطالع شفت الشبيبه متاثرين كثير. اول شيء لانه التقوا بكثير ناس من لبنان، وبذات الوقت صلوا مع بساعه صلاه مميزه. من ميلي متاثرين لانه منهم عايشين خبرات، خلوا من لبنان ما صلوا من زمان، منهم تركوا لبنان غصب عنهم وراحوا على بلدان الاغتراب. فاليوم صلاتنا معكم، صلاتنا مع كل اللبنانيه تاع هالبلد يكون عم يرجع يتحسن، وان شاء الله كل المغتربين بيرجعوا وما يعود في هجره هالشباب، يرجع فعلا على وطنه لبنان. ابونا الي سمعان، ابرشيت انطلياس المارونيه، نحن هون بالايام العالميه للشبيبه باطار جملاج او علاقه التوأمه مع ابرشيت اليوم يلي كان داعيه اكيد المسؤولين بقلب رعويه الشبيبه لحتى يكونوا عم بيشاركوها هذا اللقاء. نحن كثير فرحانين، وهيدي نعمه كثير كبيره لنا ولكل شبيبتنا انه نشارك بهيدي اللقاءات العالميه، لانه اول شيء عم نختبر فيها هذا التنوع الموجود بالايمان، ان كان باللغات او حتى التعبير عن الايمان، ولكن الازمه من هيك انه هو الايمان واحد، يسوع واحد، والجماعنا هو واحد. فنعمه كثير كبيره لنا ونحن هون بهيدا اللقاءات عم نبشرهم ونعرفهم على الثقافه اللي نحن عنا اياها وعلى وطننا، وهن بدورهم عم بيعرفونا على الايمان الحلو اللي عندهم اياه. مرحبا، انا جيرام، لبنان جاي من فرنسا مع الريزو ماجيس، الريزو يسوعي، جروب يسوعي من فرنسا. وهذا اللقاء لقاء مهم للبنانيين يجتمعوا تيتوحدوا لنيه مهمه تعني كل اللبنانيين اللي تاثروا بانفجار 4 اب، ومهم يتوحدوا ونصلي سوا. بونجور، انا اسمي ماري جوزي، جاي من بلجيكا كرمال كون عم شارك مع جروب لبنان بجي ام جي 2023. مشاركة الصلاة اليوم بكاتر أوت مع الشبيبة اللبنانية بتذكرنا بكل هالأشياء الصعبة اللي عم بيقطع فيها لبنان، وعن دورنا أنه نحمل لبنان ومشاكله بكل صلواتنا إن كنا عايشين فيه أو براته. هالبلد يعني لازم عن جد هو بلد الرسالة، مثل ما قال جون بول دو، لازم نحمله وين ما نروح ونضل نصلي له. فأنا عن جد بدعي كل اللبنانيين اليوم اللي بلبنان وبرت لبنان يضلوا يصلوا للبنان، يحملوه بصلواتهم، هو بحاجة لإلنا. بونجور، أنا اسمي ماريا حداد، أنا لبنانية جاي من مونغريال كندا. أنا جيت على الصلاة هون تشوف لبنانية، شوف اجتمع معهم، شفت عالم بعرفهم من لبنان، عالم بعرفهم من غير جي ام جي، وهالساعة كانت كثير مهمة إلي لأنه بدنا نصلي للبنان ونجتمع كلنا سوا ونشوف الجو اللي نحن بنحبه. هاي، أنا جو عزار، لبنانية جاية من ليون، أول مرة بشارك بالجي ام جي بلشبون، وكثير كان حلو هذا الوقت اللي قضيناه بالكنيسة سوا. كان في وحدة كثير حلوة حوالى الإربان، وصلينا على نية لبنان، على نية كل ضحايا الانفجار، وكان شيء كثير حلو نشوف حوالينا أعلام لبنانية عم بتشاور بالكنيسة بالآخر، وغنينا نشيد بالعربي. وهيك لبنانية من وين ما كان اجتمعنا، بلشبون، من كندا، من فرنسا، كرمال نكون لبنانية عم بنمثل شبيبة لبنان بأيام العالمية للشباب.